بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. جعلنا الله من أتباعه وحزبه وجنده وأحبابه وأنصاره المفلحين في الدنيا والآخرة. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وأدخلنا الجنة تحت لوائه. اللهم أوردنا حوضه واشملنا بشفاعته واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وبعد، الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومتعكم الله بالصحة والعافية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من فتاوى عبر قناة البلد الفضائية. يا ربي تقبل الصيام والقيام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أيها الإخوة والأخوات، نسعد كثيرا بالتواصل والاتصال على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة، وودعوا رمضان بالتوبة وبالاستغفار وبالإنابة، بكثرة القرآن، بقيام الليل. بنسأل الله تبارك وتعالى أن يدخلنا جميعا الجنة وأن يعتق رقابنا جميعا من النار، هو لي ذلك والقادر عليه. وليالي مباركات هذه الليلة والتي تليها والتي تليها، والأعمال بالخواتيم، وأرجى الليالي ليلة 27 إن شاء الله تعالى. لكن في كل خير، في نحن في الشهر الفاضل الفضيل، في الشهر المبارك الكريم، ربنا يتقبلنا جميعا. ونسعد كثيرا باستقبال أول الاتصالات. أهلا وسهلا ومرحبا. مرحبا يا عصام، عليكم السلام. عليكم السلام الشيخ. عليكم السلام، مرحبا بك. يعطيك العافيه. الله يعافيك، مرحبا بك يا عصام. انا عندي سؤالين. هاي تفضل. السؤال الاول، مثال يمشي للفقيه عشان يكتب الراجل يسوي كده العقاب شنو في الدنيا والاخره. ايوه. والسؤال الثاني، زكاة الفطر، يعني انا مثلا جاني هسه زي 12000 مرتبي 31000 ما مستطيع اطلعها. هل تسقط ولا على يدين ولا؟ طيب، شكرا. الله يبارك. يا مرحبا، عليكم السلام. مرحبا، عليكم السلام. يا مرحبا بك، عليكم السلام. معنا منو؟ بشير جبريل. صوتك بعيد يا اخي الكريم، مرحبا بك. عندي سؤال يا شيخ. ما سمعتك، معانا منو؟ مرحبا. معذر اخي الكريم، يا ريت ترجع لنا ثاني. مرحبا، عليكم السلام. مرحبا بك يا اختي. الو. مرحبا يا اختي، اهلا وسهلا، تفضلي. عليكم السلام ورحمه. مرحبا بك. فتاوى؟ ايوه نعم، تفضلي. لو سمحت يا سامر، عايزه رقمك الخاص. طيب يا اختي، اديك العافيه، شكرا لك. يا هلا ومرحبا، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا، عليكم السلام. اهلا وسهلا ومرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف الحال؟ طيب الحمد لله والشكر لله يا اخي، مرحبا بك. خير، بارك الله فيك. الله يبارك فيك، تفضل يا اخي. كيف الشيخ؟ تمام الحمد لله. معلش اقفل التلفزيون لو سمحت يا اخي، لو سمحت. الله يبارك فيك. لو سمحت اقفل التلفزيون يا اخي، مرحبا بك. كيف الحال؟ الله يسلمك. معك بشير. الو. مرحبا يا اختي، عليكم السلام. كيف برنامج فتاوى؟ مرحبا بك. الله يسلمك. الله يبارك فيك، تفضلي. بسالك عن الماس، الشهر جاري 3 مرات، ما عرف جنيه يومين و اليوم الثالث ما بلقى اي حاجه. يعني كان متوقع يجيك الحيض وما جاك. اي ايوه. طيب وصايم عادي؟ صايمه؟ صايمه عادي. الحمد لله، ربنا يتقبل منك. اللهم امين. يا مرحبا، عليكم السلام. عليكم السلام، مرحبا بك. يا مرحبا، عليكم السلام. عليكم. مرحبا يا اختي. سؤال. اتفضلي، مرحبا بك. يلا، كان في رمضان. يلا وسمع الاذان. ايوه. وسمعت الاذان وانا شارع كوباي، ولو ما تمنيت الو. ايوه نعم. أم بلقيس من المناقل. مرحبا بك يا أم بلقيس.
الو. يا مرحبا عليكم السلام. السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا عليكم السلام. معك سهام من المناجل. مرحبا بك سهام من المناجل. بالغيت من المناجل. مرحبا مرحبا عليكم السلام. في سؤال. ايوه. يلا في صلاه الجمعه. لما يجي تجيب صلاة الجمعة ولقيت الناس جالسين انتهوا من الصلاة والناس جالسة لصلاة في الجلوس الأخير في صلاة الجمعة. أيوة. ها يابا لقيت الناس جالسين. لما كلمته قلت هل أجيب الجمعة كاملة ولا؟ أيوة واضح واضح. شكرا. شكرا جزيلا. يا مرحبا عليكم السلام. مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا ومرحبا. مرحبا بك. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا والله دكتور محمد أمين إسماعيل. التحية خاصة من الأهل من مدينة النور. معك مثلون. أول شيء يا شيخ محمد أمين إسماعيل كل الشكر من جميع الأهل اللي بعرفوك في النهود وغير النهود للمجهود يعني في رمضان. ربنا يجعل هذا العمل في ميزان حسناتك يعني. بقيت الله يكون معك ايام جميله جدا جدا. يديك العافيه. الله تعالى ان يجمعنا واياك في الجنه وجميع المشاهدين. امين يا رب العالمين. امين. جزاك الله خير. عندنا بعض الاسئله متعلقه بزكاه الفطر. ايوه. زكاه الفطر يا شيخنا احنا طبعا عندنا اشكاليه كبيره جدا جدا. ايوه. بعض الناس بيقول لك مثلا انا زكاه الفطر ناس النهود قاعد يطلعوها 1000 جنيه. ناس الدرمان قاعد يطلعوها 1400. يلا نحن السؤال يا شيخ محمد اسماعيل، انا كان دائما اطلع زكاه الفطر، انا ناكل شنو وللمسكين ذاك باكل شنو يعني؟ يعني ده سؤال يعني المسكين هو باكل معلق او باكل دخن، انا مثلا ناكل رغيف، المقياس لي انا وللزول الثاني. السؤال الثاني لزكاه الفطر، هل ان المراه ممكن تدي لاجل زكاه الفطر؟ والزول اللي بيطلع زكاه الفطر ده يا شيخ محمد اسماعيل، مرات الزول بيكون عنده 10 انفار، عنده 30 40 50 الف. بعد ما الزول ملك ال 40 وال 50 الف هو ذاته ممكن يطلع زكاة الفطر ولا ممكن يطلع زكاة الفطر؟ عندنا بعض الموظفين بيقول لك انا مصرف 30 40 الف قروشي ما تكفيني. هل احنا زكاة الفطر دي من الزول اللي بيطلع زكاة الفطر؟ هل احنا في الزكاة هناك عندنا حاجة بقول لها من يباع على المسلم؟ يعني الزول في البيت بيكون عنده ابوكتين غاز عنده بلدين عنده حاجات زايدة. يعني الزول منو تفقد منه زكاة الفطر نهائيا؟ يقول لك انا مثلا موظف انا ذاتي دايز. ودارين يا شيخ محمد اسماعيل نصيحة للزوجات الأيامات الصعبة دي، الرجال دول يا أخي يرحمهم شوية، والله الوضع صعب. ونصيحة للأمهات أرحمهم في الأرض يرحمكم في السماء يعني. يعني يرحموا الرجال والله يا شيخ محمد اسماعيل مضغوطين وشايفيننا في عيوننا يعني، ربنا يجعل لهم حسناتهم وإن شاء الله أيامات أخرى الأوضاع تكون أحسن من كده. وناس النهود نحن الكتل كده كثير، والله مدينة النهود مدينة العلماء. لكن موضوع الكتل ده كان ما ينحسم والائمه اللي بيصلوا في الجوامع مسؤوليه في رقبتهم يوعوا ناس النهود الكتل ده كثير يوم في النهود نسمع كتل وضوء ضبحوا ضوء عملوا ده والخليل جاي بكره نرجع صلاه الاستنغاء ونادي العيال الصغار نعملوا شيء وجزاك عند الله الف خير. شكرا جزيلا يا اخي الكريم يونس لون من النهود. مرحبا بك. مرحبا عليك والسلام. مرحبا. السلام عليكم شيخ محمد. مرحبا بك يا اخي. مرحبا بك. والله بس عندي بنتي عندها سكري وما صايم وداير افجليها بدل على الصيام حقها انا. فالفجي دي كلها ممكن ادفع على زول واحد ولا اقسمها؟ ايوه. اي شكرا. عندك سؤال ثاني؟ بارك الله فيك يا شيخ محمد. بارك الله فيك. يديك العافيه يا اخي. يا هلا ومرحبا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بك. الو. مرحبا يا اختي. عليكم السلام. كيف بخير؟ الحمد لله وشكرا لله. مرحبا بك. الله يبارك فيك. تفضلي. الله. ايوه نعم. مرحبا بك يا اختي. الله يبارك فيك. الله يسلمك. تفضلي. بسال انه امي عندها سكري وقالوا تدفع 300 ثاني قالوا تدفعوا 500 احنا ما عرفنا ندفع كم. طيب. شكرا جزيلا. شكرا يا اختي الكريمه. يا هلا ومرحبا.
الو السلام عليكم. مرحبا بك اختي. الو مرحبا يا اختي، معاكي معاك ام فايز من الجزيرة. معانا منو؟ ام فايز. ام فايز؟ لا ام فايز. ام فايز ام فايز ام فايز ام فايز. مرحبا والله. الله يرضيك. تفضل يا اختي. انا ممتحنة في هذا السنة ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. يلا وموضوع القراءة يعني. ايوه. ما بقدر اقرا نهائي. انا ما بقدر اقرا، ما عارفة. كل ما احس نفسي انه انا عايزه اقرا ما بقدر والله. انا عايزه تساعدني بحد كده. ما عندك زميلات ساكنات قريبات منك؟ والله عندنا، لكن اهلنا شويه متصعبين، ما بيرضوا بس من المدرسه للبيت من البيت للمدرسه. لا البنات ديل ما يجوك في البيت ما ممكن؟ والله ممكن يا اخي. ده كده بكون كويس. طيب يا اختي نوريك ان شاء الله. تمام كويس. دعاء وحديث وصلاه ان شاء الله. ان شاء الله. الله يسلمك. الله يبارك فيك. يا هلا ومرحبا. يا مرحبا عليكم السلام. الو مرحبا بك. عليكم السلام. السلام عليكم. يا هلا ومرحبا، تفضل يا اخي. كيف حالك؟ مرحبا بك. الحمد لله والله. الله يحييك. بس واحد فاضي. يا شيخنا. مرحبا يا اخي، تفضل. بارك الله فيك. عندي طبعا سؤال. اي تفضل. مرحبا بك. معذرة يا أخي الكريم، يا ريت ترجع لنا مرة ثانية على الأرقام الظاهرة قدامك على الشاشة. مرحبا. أيوة. مرحبا يا أختي. ألو. معلش أقفل التلفزيون لو سمحت يا أختي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معاذرة يا أختنا الكريمة، دائما ننوه الإخوة الكرام والأخوات الكريمات إذا دخل معك الخط أقفل التلفزيون عشان ما نفقد الاتصال. يا هلا ومرحبا. مرحبا عليكم السلام. أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا وسهلا ومرحبا يا شيخ. يا مرحبا بك. أهلا وسهلا. الحمد لله بارك الله فيك. الله يبارك فيك يا أخي. بزعل من الليلة قدرت يا أخي. أيوة. ألو. أيوة معاك يا أخي. ايوه قلت لك بزعل من القدر دي. واضح. ايوه عندك سؤال ثاني؟ ايوه والله انا شفتها قبل كده ما شاء الله اقسم بالله يعني اشياء عجيب خلاص. شفتها متين انت؟ ولكن ما كنت عارفها. لا متين شفتها السنه دي ولا السنه فاتت زمان يعني؟ لا انا قبل سنتين ثلاثه كده ما كنت عارفها. المهم انا عينت كده لقيت السما ده كله اقمار اقمار منوره كده ذات الموقف. كانت ليله كم؟ ليلة كم كانت؟ يعني 25 تقريبا. ليلة 25. طيب يديك العافية. الله يبارك فيك. بارك الله فيك يا اخي. يا هلا ومرحبا. عليكم السلام. عليكم السلام والرحمة. مرحب بك يا اختي. الله يسلمك. كيف تمام؟ الحمد لله والله. معاكم محمد من الدرمان. ام محمد مرحب بك. بسأل من الزكاة يعني ما الزكاة على الورثة؟ في واحد عنده ورثة أمه توفت وخلت له ثلاث أخوات في رقبته، قام باع الناية اللي بعت الأرض وما أدى أخواته لحد هسه. الورثة حقت أمه ولا حقت أبوه؟ القبعة حقت أمه. أيوه توفيت. وقالت له أخواتك ما تظلمي معاك. أيوه صح. لحد ماتت المهم هو بغش فيهم طوالي بقول لهم بديهم بديهم لحد هسه ما قدامهم يعني. مسكينات ما عندهم اي شيء كلهم حاليا قاعدين في بيوت ايجار. يا سلام الله المستعان. وبسأل ثاني من مثلا الخصام مثلا في وحده مهاجمه امها حتى لو يعني الام دي حتى لو وحده شاكلتها حتى لو ضربتها ممكن يجوز هذول يقدر يقاطع امه العمر كله يعني حتى في رمضان انت ما تجي ما تجي تسامح امك ما تطلب منها العفو يعني. كلام زي ده دايرك برضه تتكلم فيه يعني. الله المستعان. عندي اخوي معلش يعني الشيخ بيصلي بالفلينة الجوانية حتى مرة واحدة بس صلي بالفلينة الجوانية بالبنطلون. انا قلت له كده ما صح. ثاني ما تكررها. قال لي انا ما ولد. قلت له حتى لو ولد انا شايف الفلينة الجوانية برضه ما ممكن تصلي بها. الفانيلا الداخلية حمالات؟
اي الحمالة. حمالات. اي وبرضه عندي سؤال، وحدي مطلقة وعندها جنة في يدها وحامل، هل ممكن يجوز لها انها يدوها الفترة؟ وهي مسكينة يعني فقيرة؟ راجلها ما سائل فيها ولا بيضرب لها تليفون، وطلقها وعندها في بطنها وعندها في يدها، وما في زول بيصرف لها غير امها بس. بيصرف على تاكل وتشرب معاه، ممكن الزول يطلع لها الفترة هي؟ ايوه ان شاء الله ممكن. اي حتى لو مثلا بقت اختي. ايوه ممكن. شكرا يا اختي. يا مرحبا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ محمد الأمين. مرحب بك. عليكم السلام. ربنا يمتعك بالصحة والعافية. الله يبارك فيك. أمين وإياك يا أخي. معاك الطيب آدم أحمد الحاج والجبر. مرحب بك الطيب آدم. الله يديك العافية. عندي أسئلة. الزول بقى صايم في رمضان. أيوة. واللي قالوا مثلا كلاب مثلا سعرانة. أيوة. وهو صايم واخاف عليه، خفت عليه وكتلتهم في انا في صومي، قمت الاثنين كتلتهم في صيام رمضان. كتلت الكلاب؟ كتلت الكلاب، هاي الكلاب دي سعرانات وكتلتهم هنا انا صايم. لا واكيد سعرانات؟ هاي سعرانات نعم. كيف عرفتهم سعرانات؟ والله عضن قلنا بين عضن وما بيشربنا المويه، وعندنا شابعه كده قلنا بين عضننا في العنقريب قبضا في العنقريب. لا حول ولا قوه الا بالله. الا جرد. لا خلاص أجرك عظيم إن شاء الله. طيب عندي السؤال الثاني، مثلا الزول إذا في رمضان بيسهج وبتكون عنده يعني قلق وفي السماء يعني مع أبناءه ولا مع أخوانه. ثلاثة في مثلا الزيت في رمضان، إذا مثلا عملته المرأة في رمضان أو الصبغة أو مثلا بيقولوا على الثانية دي، هل بيفطر هل يعني يعمل حاجة في الإفطار؟ طيب الله يديك العافية. الله يعافيك. شكرا لك. شكرا أخي الكريم. مرحبا. مرحبا. السلام عليكم. مرحب بك يا أختي. سيدنا الشيخ كيفك؟ أهلا وسهلا. مرحبا والله. الله يخليك يا رب. رمضان كريم وأجركم عظيم عند الله. الله يديك الصحة والعافية. كنت بسأل، أنا فاطرة بسبب الحمل. أيوة. فكنت بسأل أنا المفروض الزكاة اللي بدفعها شنو؟ كم يعني لليوم؟ معلش. فاطرة زي 20 يوم. 20 يوم، السنين اللي فاتت كيف؟ السنين اللي فاتت صايمة؟ أي صايمة الحمد لله، أول مرة أفطر فيها. أيوة طيب يديك العافية. عايزة أعرف المبلغ. لا ما المبلغ، نارين أقول لك تقضي يا أختي إن شاء الله. يعني ما بدفع جزية. أي إن شاء الله. طيب تمام شكرا لك. الله يديك العافية. شكرا يا أختي وشكرا أيها الإخوة والأخوات، ونحن إن شاء الله نطلع الفاصل ونرجع تاني. خلوكم معنا يديكم العافية. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا مجددا الإخوة والأخوات. طيب نحن مستعينين بالله بحول الله وقوته وعونه وتوفيقه وإذنه ومشيئته للإجابة على الأسئلة. نبدأ بالأخ الكريم أخونا عصام. بيسأل عصام بالنسبة للنسوان، قال بيمشوا للدجالين عشان يعملوا عمل ليه. من أتى كاهنا أو عرافا فسألوه فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. دل بيمشي عشان يسألوا عن حاجات، فكيف بيمشي عشان يعمل له عمل؟ ليس منا من سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له. ومن أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ده كده نسأل الله السلام والعافية. الوحدة تخرج نفسها من الدين. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. طيب إذا كان زكاة الفطر الواحد ما بيقدر يطلع زكاة الفطر، إذا ما بيقدر يطلع زكاة الفطر، والسؤال ده يمكن يتكرر كم مرة هنا، يطلع اللي بيقدر يطلع يا إخواننا. صدقة الفطر النبي صلى الله عليه وسلم فرض صاع من غالب قوت الناس، وبعد ذلك ذكر بعض الأمثلة، قال من طعام، من شعير، من أقط، من تمر، من زبيب. دي أسعار متفاوتة. الأقط اللبن المجفف، الزبيب معروف، الشعير معروف، الطعام يعني طعام غالب قوت الناس. فأي شيء يطلع الإنسان إن شاء الله تعالى من غالب القوت
حتى طيب الواحد لو عنده مجموعه من الاطفال وكده وما بيقدر يطلع لهم كلهم، اللي طلع اللي بيقدر يطلعه يا اخواننا، اللي بيطلع اللي يقدر يطلعه. اذا كان مثلا الغالب القوت القمح، وده بيجي معاه سؤال اخونا يونس لون، قال انا اطلع بمقياسي انا ولا مقياس الزول اللي بديه؟ بمقياسك انت من اوسط ما تطعمون اهليكم، ده في 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 كفاره اليمين، ما تطعم به انت وتاكله انت. طيب يلا اذا دي انا ما بقدر عليها بالاقل ان شاء الله تعالى، ما بقدر اطلعك لكل الاولاد، بل بقدر اطلعه يعني قدر من الواحد يقدر يطلع ان شاء الله ولو اليسير بهذه النيه ان شاء الله تعالى. ما لا يدرك جل لا يترك كله يا اخواننا، الحاجه اللي ما بقدر نسويها كلها وعظم ما نخليها كلها. طيب اختنا الكريمه قالت بتسال يعني بجاء مغص، والمغص دي دائما عندها ارهاصات ومقدمات بالنسبه للحيض بالنسبه لها هي، ولكن مرتين ثلاثه مرات جاها ولكن ما جاء الحيض، ماذا عليها؟ صيامك تصومي، تصومي ما لم ترى المراه الدم ما تفطر. يعني جاء المغص حتى لو جاءت الصفره والكدره على الصحيح وما جاء الدم المعروف انه دم ما تفطر المراه. أم بلقيس من المناقل وسهام من المناقل. طيب قالوا إذا دخلت الـ 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 دخل الإنسان دخل الجمعة في الجلوس الأخير، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، مفهوم إذا ما أدرك ركعة ما أدرك الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الجمعة أو من غيرها فليتم ركعة وتمت صلاته، حديث صحيح في سنن النسائي. فهنا معناه مفهوم الحديث إذا ما أدرك ركعة معناها ما أدرك الجمعة، ففي الحالة دي بيقوم يصليها شنو؟ أربع ركعات بيصليها ظهر، وهذا قول أكثر فقهاء الأمصار في خلاف بعض العلماء زي أبي حنيفة رحمه الله تعالى. أخونا يونس لون من النهود من غرب كردفان بيسأل قال مقياس ومعيار الزكاة كما مر معانا، بالنسبة لك أنت اللي بتاكله أنت، والناس بتفاوتوا يا أخواننا، في ناس بياكلوا القمح، في ناس بياكلوا الدخن، في ناس بياكلوا الذرة، الذرة ذات أنواع، في ناس بياكلوا مخلوط، فاللي بتاكله أنت بتطلع منه صاع، الصاع ده أربع أمداد. أربع أمداد بيختلف من بلد لبلد، من ولاية لولاية، بيختلف من أكل لأكل وكده، فيطلع الإنسان بحسب الشيء اللي عنده. وبعدين من تطوع خيرا فهو خير له، والناس برضو يتفقدوا يا أخواننا، الناس المساكين والناس الجيران والناس الذين لا يسألون الناس إلحافا، الناس الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، يسأل ويفتش عشان يكون أجره أكبر إن شاء الله تعالى. المرأة تعطي زوجها من زكاة الفطر؟ أيوة ممكن تعطي زوجها، لكن الأولى غير ذلك، خاصة زكاة الفطر إذا كان زكاة المال، زكاة المال أو عموم الصدقات. ابن مسعود رضي الله عنه قال لي زينب زوجته اللي قاعدة بتصدق، قال لا تصدق علي أنا ده، قالت لي ما بصدق عليك حتى أتي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمشت سألت النبي عليه الصلاة والسلام حتى جاء في الحديث قالوا يا رسول الله زينب بالباب، قال أي الزيانب، اسم زينب كان كثير عندهم، قالوا امرأة ابن مسعود. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإدخالها، فدخلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخبرته، فقال لا أديه، أدي ابن مسعود، يعني ممكن تدي زوجها إن شاء الله تعالى، لكن ما بتدي زوجها عشان ينفق عليها، وإنما عشان عنده حاجات تانية التزامات تانية ممكن تديه. هل الفقير إذا أدوه يطلع من اللدوة له؟ أيوة نعم ممكن يطلع من اللدوة له، أدوه مجموعة يطلع قدر اللي بيطلع منها إن شاء الله تعالى. قال عن من تسقط؟ تسقط على المالقة لحد ما جاءه في صلاة العيد مالقة. وهل الإنسان يبيع حاجاته وممتلكاته في البيت؟ لا ما ببيع متاعه وعفشه كده، لكن إذا كان عنده أشياء مدخرة للبيع أصلا أو للتجارة يبيعها، أو ممكن يدين طالما عنده مدخرات ووسع مدبعت ليه لكن بتتباع بعد العيد ممكن يدين ويسأل الله تعالى. قال النصيحة للزوجات يرحمن الرجال في الطلبات، فعلا والله يعني نقول شنو يعني، يكون خير وبركة إن شاء الله تعالى. الكتل قال كتر بين الناس يحتاج إلى نصيحة، كلنا مسلمين والله يا أخواننا، والله الإنسان يأسف يأسف غاية الأسف، يتقطع القلب ويتفطر الكبد من التقتيل بعضنا لبعض. يا أخي لماذا يا أخي؟ حرمة الشهر غير حرمة الشهر، حرمة المسلم أعظم من حرمة رمضان يا أخي. ناس يقول لكم ما عارف حرمة الشهر الكريم والغرب دارفور، يا أخي حرمة المسلم كان في رمضان ولا كان في سبتمبر يا أخي؟ واحد يا أخي، رمضان أشد حرمة هاي، لكن سفك الدم المسلم عند الله عز وجل عظيم يا أخي. لماذا هذا التقتيل؟ لماذا الحروبات؟ وناس كلهم مسلمين، يا ما مساعي طلع ملتقيات ومنتديات وتوعيات يا أخي ما جابت حقها يا أخي، الحاصل شنو؟
الحاصل شنو؟ شاركت في كم مؤتمر في دارفور التعايش السلمي بين الناس وتعظيم الدماء وحرمة القتل وين النتائج؟ يعني مسؤولين أمام الله سبحانه وتعالى. إخواننا ما في حاجة بتعالج المسألة دي إلا الدين واللجوء إلى الله، وما في فتنة بتزيد الفتنة دي وتشعل النار زيادة وتصب الزيت ولا البنزين على النار غير المزايدات السياسية والأشياء زي دي. يعني نفسي تقتل في الأرض عند الله عز وجل أعظم من زوال السماوات والأرض يا أخي. زوال السماوات والأرض أهون عند الله من قتل نفس مؤمنة واحدة واحدة. زوال السماوات والأرض دي كلها، شوف السماوات دي كلها تتشلع والأرض دي تتفرتك حتة حتة، عند الله أهون من قتل نفس مؤمنة. ده حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. ولو أن أهل السماوات والأرض تكالبوا على قتل نفس مؤمنة واحدة لكبهم الله في النار جميعا ولا يبالي. ما أعرف واحد يقاتل ولا يحرض للقتال وعشان يموت عشان يمشي النار عشان يخلد في النار، ولا يقتل أخوه المسلم عشان يخلد في النار؟ لماذا يا أخوان هذه الحمية العصبية والجاهلية؟ دارين نرقى لمستوى ديننا. ما في دين دعا للتسامح بين الناس والتصافح بين الناس وتعفو عن من ظلمك يا أخي، وتحسن لمن أساء إليك يا أخي، وتعطي من حرمك يا أخي، وتتجاوز عن بيظلمك. ما في دين دعا لدين للإسلام. فنحن الحمد لله ربنا حبانا بهذا الدين وأمه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ربنا يردنا إليه ردا جميلا ويصلح حالنا يا رب العالمين. أخونا بيسأل قال الفدية عن بيته ربنا يديها العافية، أدعي لها في الشهر ده ربنا يديها السلام والعافية. ممكن يديها لشخص واحد قدر ما أدينا لأكثر أحسن يا أخي. ويا ريت مثلا بدل شخص قول لي نديها لأسرة، أسرة مكونة من 6 10 8 نديهم، وممكن نديهم قروش عشان يشتروا أكل ولا نحن نشتري الأكل. يا أخواننا فدية طعام مسكين تكون طعام، زكاة الفطر ممكن تكون مال، لكن فدية طعام مسكين تكون طعام، طعام لناس مساكين، لمساكين، لخمسة مساكين تديهم حق 30 يوم، لعشرة مساكين، لثلاثين مسكين. الإمام مالك قال تديها 30 مسكين، لكن ممكن تديها لأقل من 30 مسكين، لكن ده تطلع 30 فدية وثلاثين وجبة مشبعة، 30 كيلو من الدقيق ولا الرز ولا العدس ولا الفول ولا الفاصوليا ولا العدسية ولا الأربع بتاعت الربع فيه 6 5 5 4 بتاعت الحاجات اللي بيكيلوها المكيل. أي طعام إن شاء الله تعالى، وما شرط تكون الساعة، تبدأ من الساعة وماشي معك لقدام، متين ما الواحد طلعها بدري بدري يكون أحسن عشان يبرئ الذمة. هو بقدر الفدية أخوتنا سألت، هو نفس الكلام، إنها نصف صاع زكاة الفطر صاع، لكن الفدية نصف صاع من غالب القوت اللي بيأكلوه الناس، يا وجبة مشبعة يا مكيل يا موزون. الوزن حوالي كيلو تقريبا. الوجبة المشبعة وجبة الأكل الجاهز، فول بالعيش ولا ملح بالعيش ولا لقمة بالعيش ولا لقمة بالملاح ولا عصيدة بالملاح ولا قراصة ولا الأكل العادي اللي بيأكلوه الناس ده عامة الناس، ولا بالكيلة مدين يدك ده كده مدين تمدها مرتين، ولا الوزن حوالي كيلو تقريبا. أخوتنا أنفال، بيتنا أنفال الحقيقة، هي ممتحنة للشهادة قالت، ودائرة الشيء اللي بيساعد على التركيز. يا بنتي أول حاجة في خوف بيكون شوية كده، ما تخافي، خدي الرحمن في قلبك إن شاء الله، وتستعيني بالله عز وجل وتذكر الله تعالى. بس دار أقول لك حاجة، فاتحة الكتاب، شفت الفاتحة، أقري الفاتحة وتعالى أقري قرايتك، افتتحي بفاتحة الكتاب وأقري قرايتك إن شاء الله تعالى. واستعيني بصحباتك، صحباتك القريبات، اقروا سوا، بتشجع مع بعض وكذا ان شاء الله تعالى، وربنا بيسر لك امرك. وادعي الله، قول اللهم اسالك التوفيق والسداد، يا رب تنجحني، يا رب تنجحني. ونحن كلنا ندعي لك وكل اولادنا وبناتنا الممتحنين والممتحنات، نسال الله تعالى لهم ولهن التوفيق والسداد يا رب العالمين، وفق الممتحنين. اخونا بيسال، ليله القدر، ليله القدر خير من 1000 شهر يا اخي الكريم. كثير من العلماء قالوا تتنقل من ليله لاخرى في كل عام، وأكثر العلماء على أن ليلة 27 هي أرجاها. نحن هسه هنستقبل إن شاء الله عند غروب الشمس ليلة 26، بكرة بإذن الله حتكون ليلة 27، دي أرجى الليالي، أرجى الليالي ليلة 27، بعد في المنزل طوالي ليلة 25 اللي تقولتها دي. ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليلة القدر ليلة 27، ورد في حديث قال ليلة 25،
ورد في حديث قال القرآن أنزل الله القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان يعني ليلة 25 يعني. فربنا يبلغنا ليلة القدر ويجعلنا من أهلها إن شاء الله تعالى. والليالي الباقية دي بسيطة كلها نحرص على إحياء وقيامة. وعندك من صلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى المغرب أو العصر من صلى المغرب والعشاء والفجر في جماعة فقد أدرك حظه من ليلة القدر. صلى المغرب والعشاء والفجر في جماعة فقد أدرك حظه من ليلة القدر. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا يعيننا ونكثر من شنو. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ومحمد من أم درمان قالت الواحد أكل المال مال أخواته المسكينات أخواته المسؤول منهم أمام الله سبحانه وتعالى. الميراث تأكلون التراث أكل اللمة. رب سبحانه وتعالى حذر ومنع أكل التراث اللي هو الميراث. كان بيأكلوا الجاهلين والجاهلين بيأكلوا شنو. كان بيمنعوا المرأة حقها. المرأة كان زوجة كان زوجة الأب كان أخوه بيمنعوها. عشان كده رب سبحانه وتعالى من قسم قال للرجال نصيب مما ترك الوالد وللنساء نصيب مما ترك الوالد مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. فريضة ربنا فرضها. إن بقى قليل إن شاء الله إن بقى حاجة صغيرة تديهم مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. والله قال قال الله سبحانه وتعالى لا ترث النساء كرها. ترث النساء كرها عندها معاني من معاني أهل معنى ده يحد يأكل حق أخواته يأكل حق. فالله المستعان ناصحوا ذكروا بالله عسى والعلى. طيب قالت إنسان مخاصم لوالدته أعوذ بالله من غضب الله. هي الوالدة دي ما بخاصمها أصلا. الوالدة دي بقت كافرة 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 عدي كفرت بالله ورسوله والعياذ بالله كفرت كله كله. الله قال لك عاملة معاملة كويسة. في أكثر من كده في شنو تاني. وإن جاهداك مش كفرت. إذا الوالدة والوالدة الاثنين كفروا مش كفروا كل زول لكم دينكم ولي دين. لا لا كفروا قال لك يا تكفر يا نقتلك. شالوا لك سلاح عديل كده يا تكفر يا نضبحك. الله قال لك ما تتابعهم في دي لكن عاملهم كويس وما تعاملهم من بعيد من قريب. صاحبهما صاحبهما لاحظ لصاحبهما دي القرآن ده ما أي كلمة دار لا تفكر وتدبر. صاحبهما في الدنيا معروفا ما تمشي بعيد منهم. أتاني في أكثر من كده في شنو. أسماء لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام قالت لي يا رسول الله أتتني أمي راغبة راغمة. يعني شنو. قالت لي يا رسول الله أمي جاءت دائراني أديها قروش لكن بتكره الكره وتكره الإسلام كره وتسب الدين وتكره الدين. أديها قروش أديها أصلة. قال لي أصليها وبريها. أديها قروش وأديها زيادة وعملها معاملة حسنة. هذه كافرة عديل بتسب في الدين. فسبحان الله يا إخوان. فما ما في مجال أصلا للوالدين. يا أخي الله قال لك لا تقول لهم أوف أوف زي ما قال علي بن أبي طالب لو علم الناس كلمة دون الأوف لسمها لهم الله تعالى. أنت عارف أوف يعني شنو. يعني الواحد لما يكبر في الوالدين ويكبروا في السن بيكون يحتاج ينظفهم مثلا قد تصدر منهم ريحة. التضجر ده الله قال لك ما تسويه. لقيت من الوالدين ريحة ما عجبتك أصلك ما تقول لهم ريحتكم ما سمح حرام. هتاني في شنو أكثر من كده. عشان كده معاذ بن جبل لما واحد قال لي يا معاذ دلني على ما يعدل بر الوالدين كده وريني حاجة تساوي بر الوالدين. قال لي لا أجده. ده ما الدونة لي. وقال لي ما عارف لي حاجة تساوي بر الوالدين ما عارف. ومعاذ منه معاذ. معاذ ده أعلم الأمة بالحلال والحرام. الأمة دي تمسك من أبو بكر الصديق. دي شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام. أبو بكر الصديق ولعمر ولعثمان ولعلي وللصحابة دي كلهم قال لك أعلم الأمة بالحلال والحرام معاذ بن جبل. شهادة دي شهادة. ويبعث أمام العلماء برتوة. يعني لما نيجوا ينادوا العلماء يوم القيامة الأول معاذ بن جبل بعد مسافة حتى يقولوا الثاني. ما عنده ثاني قريب له منه يعني. ده معاذ بن جبل. ها قال له ورينا البعد البر الوالدين. قال ما عارف ما عارف لي حاجة أصله ما عارف. قال ها رأيك شنو. ده علم زول بالحلال والحرام في هذه الأمة. فربنا يكون في العون. وكل الذنوب يؤخر الله ما شاء منها إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين فإن الله يعجل لصاحبها العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. أختنا تسأل بالنسبة للصلاة بالفنيلة الداخلية. طبعا ورد الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم وليس على عاتقه شيء. العاتق شنو يا أخوان. العاتق الكتف ده
لا يصلين أحدكم وليس على عاتقه شيء. ودي بذكرها العلماء في الإحرام، ربنا يكتب لنا الحج والعمرة. قولوا أمين يا أخوانا. في الإحرام ما عندك حاجة اسمها الاطباع، الاطباع اللي هو بتدخل يدك كده مش كده وتخلي يدك دي كاشفة، يلا يقول لك لما نيجي وقت الصلاة تسدها كده عشان تحقق الحديث. يلا دخلوا معاه الفانيلة الداخلية بتاعت الحمالات، الفانيلة اللي عندها يدين قط هنا دي ما مشكلة، لكن الحمالات هنا بيقى ليس على العاتق شيء. واحد يقول لك الحمالة على العاتق، لا الحمالة دي ما 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 تساوي شيء، ما العاتق الستر. يلا ده من التمام، الصلاة صحيحة صحيحة. ما هو نحن دايرين ستر العورة، ستر العورة اللي هي من السرة للركبة، يعني من فوق للسرة اللي تحت الركبة، إذا غطاه صلاته صحيحة، لكن دايرين التمام والكمال ودايرين الأدب مع الله سبحانه وتعالى. فعلى كل حال صلاته صحيحة يا أختي، لكن لو غطى العاتق يكون أصاب السنة واتبع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. الأخت لو كانت مسكينة ومحمولة يدها صدقة الفطر، أيوة والأجر زيادة كمان. الصدقة على ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كده بكون الأجر زيادة إن شاء الله تعالى. الطيب آدم أحمد الحاج والجبر بيسأل، قال قتل الكلاب السعرانة، أي الكلاب السعرانة تقتل. الكلب العقور اللي هو السعران يا إخواننا ده يقتل في الحل والحرم. إن بقيت محرم مش صايم، قلت لي صايم، إن بقيت محرم عادي المحرم في بيطل العاجبني في مكة المكرمة لقاك كلب عقور، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لك قتله. شوف تقتل في الحل والحرم، الحية والعقرب والحداءة الحدية والغراب والفأر والكلب العقور، الستة ديل تقتلهم في الحل والحرم، في الحل والحرم تقتلهم. فالكلب العقور ده السعران طبعا ده أكعب حاجة، أو الكلب البس من الجلز ولا عضي سعران ولا ما سعران، ده اسمه كلب عقور، فده يقتل في الحل والحرم وأجر كبير إن شاء الله تعالى. طيب أخوهم بيسأل بالنسبة للزهج والقلق مرات في رمضان وكده، لا لا، إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، ما تكورك في الناس، ولا يجهل ولا يفسق، بعيد من الفسوق بعيد من الجهل. وإن سابه أحد أو شاتمه فليقول إني صائم إني صائم إني صائم، يعني ده في الصيام. شوف غير الصيام، من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، إن عاقبتم فعاقبوا بمثل، لكن الصيام براو. صوم يوم أحدكم يظهر في أخلاقك في سلوكك في تصرفاتك. الزيت للمرأة تتمسح به، المرأة ولا الراجل ما فيه مشكلة، الزيت في الصيام ما بيأثر، يمسح تمسح شعره تمسح جسمه ما بيأثر في الصوم بحاجة. المعتدة ذاته تتمسح بالزيت ما فيها حاجة يا أخوانا، الزيت ما فيه حاجة، مذهب أحمد ومالك رحمه الله تعالى، بس ما يكون فيه ريحة، ده في المعتدة مذهب أحمد ومالك، لكن في الصيام كلهم قالوا ما فيه مشكلة، الزيت تمسح بالزيت، الصبغة ما فيها مانع، الحنة ما فيها مانع، الدخان مشكلة لأنه فيه جرم بيستنشق دي مشكلة كبيرة، لكن الأشياء الثانية دي ما فيها حاجة. أخوتنا الكريمة الحمد لله على السلامة، عندها بسبب الحمل وربنا يتم السلام 20 يوم فاطرة من رمضان، تعمل شنو؟ تقضيهم لقدام، دي ما بسيطة يا أختي، اللي بتوالل عليها سنة حامل سنة مرضع سنة حامل سنة مرضع والشغلانية جرت، بعد ذاك تصوم اللي بتقدر تصوم تطعم عن الباقي، لكن الشهر رمضان واحد والرمضانين وكده دي بسيطة تقضيها لقدام، عليك القضاء بس إن شاء الله تعالى، ربنا يتقبل منا يا رب العالمين. يعني نسيان يعني، نعم لا النسيان، إذا كان إنسان أكل أو شرب ناسيا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فلا شيء عليه، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله سقاء ولا قضاء ولا كفارة. وده عند جماهير الفقهاء خلافا لمالك رحمه الله، مالك بيقول عليه قضاء، لكن الصحيح قول جماهير العلماء والحديث واضح، قال لا قضاء ولا كفارة، إذا الإنسان نسى أكل ولا شرب في نهر رمضان صيامه صحيح، يتم صيامه عادي إن شاء الله تعالى. رب يتقبل منا يا رب يا كريم، اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، اللهم ما كتبت لعبادك في هذا الشهر الكريم المبارك من خير وفضل وأجر وبركة وعفو وعافية ومغفرة ورحمة وسعة رزق ورضا وقبول ونصر وتمكين وستر ورفعة ونعمة وهداية وسعادة وزيادة وإجابة وشفاء وصحة وسلامة وسلام ومن ويمن وأمن وأمان
وعطاء وصلاح وفلاح وفوز ونجاح وتوفيق وسداد وهدى ورشاد وثبات ونجاة وفوز بالجنة وعتق من النار. اللهم اجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب برحمتك أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اختم لنا رمضان برضوانك والفوز بجنانك والعتق من نيرانك. واعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة في طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اجعلنا ممن صام الشهر وقام الشهر وأحيى العشرة ونال الأجر وأدرك ليلة القدر. جديد اللقاء بإذن الله تعالى إن شاء الله تعالى غدا. تحايا الفريق العامل، تعرض الأسماء، شاركون في الدعوات الصالحات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.